أعزائي الطلبة، صباح الخير عليكم كلكم، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة حلول شهر رمضان وأعياد القيامة، أعتقد خدنا أجازة كويسة وإن شاء الله نكمل النهاردة، والنهاردة تعتبر آخر محاضرة في الكورس بتاعنا. بعد كده هيبقى فيه مراجعة، اللي عايز يسأل أي سؤال ونجاوبه علشان نشوف أي حاجة وقع منكم في المنهج. النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي كنا ابتديناه المرة اللي فاتت، وهو شابتر 7. كنا ابتديناه الصراحة المرة اللي قبل اللي فاتت، يعني دي المحاضرة الثالثة تعتبر في هذا الشابتر. كنا بنتكلم على الستيدي ستيت ايرور، أخدنا المرة اللي فاتت إزاي نقدر نحسب الستيدي ستيت ايرور لكذا نوع من أنواع الانبوتس. كنا بنشتغل على يونيتي فيدباك سيستم، ودايما الانظمه اللي احنا كنا بنشتغل عليها كانت بتبقى ستيبل، وعرفنا ازاي نطلع الستيدي ستيت ايرور في حاله ستيب انبوت، وفي حاله رامب انبوت، وفي حاله بارابوليك انبوت. وقلنا كمان ان احنا عشان في شروط معينه عشان نلغي فيها الستيدي ستيت ايرور تماما، ان احنا بنزود عدد البيور انتجريتورز في الفورورد باس، وكل ما يتعقد معانا الانبوت كل ما بنضطر نزود رتبة او التايب بتاع السيستم. اخدنا يعني ايه تايب 0، يعني ايه تايب 1، يعني ايه تايب 2، واعتقد الكلام اللي فات سهل ومفهوش مشاكل. النهاردة ان شاء الله عفوا هنكمل مع بعض ثلاث جزئيات مهمة في هذا الشابت عشان نكون كملنا الصورة، وهو كيفية شغل بس بعد إذن حضراتكم عشان الطلبة بتقول مفيش بوينتر. كيفية التعامل مع الستيدي ستيت ايرور في وجود ديستربنس، ازاي نحسبه، وايضا هنتناول برضو موضوع طب لو مش عندي يونيتي فيدباك اعمل ايه، واخيرا هنشوف ما معنى السنسيتيفيتي. دول الثلاث جزئيات اللي فاضله في هذا الشابتر. نبدا مع بعض الديستربنس. احنا عرفنا قبل كده في الترم ده والترم اللي فات يعني ايه ديستربنس، وقلنا الديستربنس دي بتبقى حاجه غير مرغوب فيها، هي تعتبر انبوت لانها بتؤثر على الاوتبوت، ولكن uncontrollable input بمعنى ان مالكش سيطره عليه، متقدرش تلغيه، متقدرش تخليه زيرو، مش زي الار، فبالتالي هو بيأثر لك على الكنترولد فاريبل بتاعك، لكن انت بتعمل الفيدباك دوت علشان قيمة السي ترجع تاني للار whatever او irrespective of قيم الدي. درسنا الكلام دوت في الترم اللي فات من حيث الترانزيانت ريسبونس، يعني بنشوف عايزين نقلل استجابة سي لدي اقل ما يمكن. لكن في الترم ده او في الشابتر ده بالتحديد هنشوف ازاي اقلل الستيدي ستيت ايرور الناتج من دي. يعني احنا دلوقتي اللي فات في الشابتر ده كنا بناخد الستيدي ستيت ايرور الناتج من ار، ساعه ما قلت لك في عندك مثلا لو ستيب انبوت هتبقى الاي عامله ازاي، الستيدي ستيت ايرور لو رامب، لو بارابولا، طب ازاي نلغيها، كانت ايه، كانت الستيدي ستيت ايرور في قيمه السي، يعني اخر قيمة للسي ناقص قيمة الريكوايرد، ده الستيدي ستيت ايرور. وكنا بنشوف الكلام ده نتيجة ار، ار المختلفة. طب المرة دي في عندك تو انبوتس، شوفها لي كده نتيجة الدي. طبعا هي غير مرغوب فيها ان يبقى في ستيدي ستيت ايرور نتيجة الدي، او عايز اخليه اقل ما يمكن، او عايز الغيه. هو ده اللي احنا هنتكلم عنه. بداية احنا تالي عارفين ازاي نطلع يعني علاقة السي بالدي والار، ترانسفير فانكشن دي عملناها في الترم اللي فات، همشي عليها بسرعه. انت عندك سي بتساوي الترانسفير فانكشن دي في الاشاره اللي داخله، والاشاره اللي داخله دي عباره عن دي زائد الاشاره دي، والاشاره دي عباره عن اي في الجي، فتبقى السي بتساوي ايه، اي في جي 1 بلس دي، مش كده، كل ده مضروب في جي 2 عشان ده اللي داخل هنا. يعني هي حاجه سهله وبسيطه يعني ممكن تشوفها في البيت يعني. ثم انت عندك كمان ان الايرور يساوي ار ناقص سي، لو عوضت من دي في دي اقدر اطلع ترانسفير فانكشن. الكلام ده انا عملته قبل كده معاكم، اي بتساوي 1 على جي 1 جي 2 ار ناقص جي 2 على
واحد زي G1 G2 DS. ده كده علاقة الايرور بالترانسفير بكل من الريكوايرد انبوت او الريفرنس سيجنال وايضا الديستربنس سيجنال. طب لو عايز اجيب الستيدي ستيت ايرور بستخدم الفاينل فاليو ثيرم زي ما عملنا في بداية هذا الشابتر، يعني اخد ايه ليميت اس تقول لزيرو الايرور اضروب في الاس من عندي ده طبقا لقانون الفاينل فاليو ثيرم، واخد الليميتيشن دوت از اس تقول لزيرو. طيب الليميت انتوا عارفين ان هو ممكن يتوزع لو في عندي حاجه مجموعه، فاذا هيبقى ليميت ده لوحده الجزء الاولاني لوحده وليميت الجزء الثاني لوحده. ليميت الجزء الاولاني ده الكلام اللي احنا كنا عاملينه في بدايه الشابتر، ده بيطلع لك الايرور الناتج او الستيدي ستيت ايرور الناتج من ار. طيب والجزء الثاني اكيد هيطلع ايه الستيدي ستيت ايرور الناتج من دي. اصبح عندك تو ستيدي ستيت ايرور هيتجمعوا او يطرحوا اكوردنج للاشارات اللي عندك في السيستم. احنا مش هنتكلم المره دي على الستيدي ستيت ايرور الناتج من ار، خلاص عرفنا نتعامل مع ازاي ونحسبه. صحيح ساعتها كان عندنا هنا في الشابتر اللي في بدايه الشابتر كان في ترانسفير فانكشن واحده ماشي، يعني انت لو شلت الدي مثلا انت هنا عندك تو ترانسفير فانكشن ما حاصل ضربهم هو اللي اسمي جي. يعني القانون ده لما جينا نستنتجه كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن واحد سوري اس فوق مضروبه في ار برضو على واحد زائد دي كانت جي على بعض ماشي، ما هو جي 1 في جي 2 اعتبرها جي لما دي ما تبقاش موجوده، فهي هو نفس القانون اللي احنا استنتجناه المره اللي فاتت، بس انت عندك بقى هنا ايه؟ الاستاتست ايرور الناتج من الديستربنس. طيب لو حبينا نقلل ده نعمل ايه؟ طبعا هو الفيدباك سيستم بطبيعته بيحاول يعني بيقلل ده، لكن لو عايزين نقلله اكتر طيب ايه البارامترز اللي نزودها او ايه الكوفيشنز اللي نزودها؟ بص كده معايا علشان ادرس الكلام ده معلش لازم افترض قيمه معينه لدي مثلا، شوف كده في السلايدز اللي جايه انا هفترض قيمة الإشارة يعني حصل disturbance مقدار step، أعوض في القانون اللي فات بتاع الـ steady state error بتاع disturbance بوضع دي بتساوي واحد على S. يعني هفترض إن في حصل لك مثلا ونفرض المنظر ده، هفترض إن حصل هنا دي واحد على S بس عشان أطلع قانون. طبعا هو المفروض الـ disturbance ده يدرس بأكتر من input زي ما عملنا في الـ R، يعني إحنا في الـ R عملنا إيه؟ درسناها ستيب، درسناها رامب، درسناها بارابلا، كنا ممكن ندرسه اكتر. هكذا ايضا ده كانبوت المفروض يدرس اكتر من بره، ولكن يعني اختصارا عشان بس بقى المين ايديا وصلت ليك هناخد بس ايه في حاله الديستربنس لما يبقى ستيب انبوت يعني واحد على اس. في بدايه الشابتر خدنا ده واحد على اس طلعنا له قانون، خدنا دوت رامب طلعنا له قانون، خدناه بارابلا طلعنا له قانون، هنا بس هنكتفي ان دي واحد على اس، فعدلنا في القانون اللي فات بهذا اصبح بهذا الشكل. طبعا قسمنا على جي 2 بسطا ومقاما وعوضنا بالدي واحد على اس طلع بهذا الشكل. يبقى ده الستيدي ستيت ايرور الناتج من ستيب انبوت للديستربنس. طيب دي جي 1 ودي جي 2 اللي في القانون، طبعا هتقول لي ان البلانت الجي بتاعتها ما اقدرش العب فيها لان بتبقى حاجه يعني بلانت ما تقدرش تلعب فيها لان دي مجبر انت مجبر ان انت تعمل لها كنترول، ما تقولش بقى ان انا لا هعدل ما تعرفش البلانت دي بتاعت ايه، بتاعت انتنا بتاعت دش، لكن هو منظومه ميكانيكيه او كهربيه او وات ايفر مالكش ان انت تتدخل فيها، ولكن تقدر انت تغير في الكنترول زي ما انت عايز. فاذا جي 2 انا هستبعدها شويه مش هقدر اعمل فيها حاجه، لكن الكلام في كله في جي 1. تفتكر ايه اللي يحصل في ليميت اس تقول لي زيرو الجي 1 عشان ده يقل؟ طبعا واضح جدا ان انت تكبر الليميت اس تقول لي جي تقول لي زيرو للجي 1، ده معناه ان الستيدي ستيت جين بتاع جي 1 ستيدي ستيت جين اللي هو من غير اسات اللي فوق لازم يبقى كبير او اكبر ما يمكن عشان هو هنا في المقام، وبالتالي اقدر بهذه الطريقه اقلل الستيدي ستيت ايرور الناتج من الديستربنس. وتعالى ناخد ايه الاكزامبل ده.
Find the steady state error component due to the step disturbance. أنا مش عايزها كلها، أنا عايز الكومبوننت اللي ناتجة من الـ step disturbance for the system shown. عندك step disturbance هنا، أوكي؟ step بمعناها step input ومش هناخد غيرها يعني، اختصارا للمواضيع. وعايز أنا الـ steady state error الناتج من إن دي تبقى step. طبعا زي ما احنا قلنا برضه في بداية الشابتر ده، أنا مش هخليك تعمل ديريفيجن للقوانين كتير ملهاش لازمة، هدي لك القانون ده على طول بس تبقى فاهم ازاي استخدمه. فإذا ده الـ steady state error الناتج من step disturbance هنا، يبقى سيادتك عايز تستخدمه صح. ازاي استخدمه؟ طبعا بفرض ان النظام ستيبل، لو ما قلتلكش هو باي ديفولت ستيبل الا في مسائل الديزاين وكنت نوهت عليها في المره اللي فاتت، اللي بيطلب منك ايجاد قيمه كي معينه، فبعد ما بتجيب كي لازم تشيك على النظام بتاعك ستيبل ولا لا، عشان ممكن الكي اللي انت جبتها ما تبقاش ستيبل، ساعتها تقول لي لو طلعت ان ستيبل تقول لي ان النظام ملوش حل. الكلام ده مكرر مش اول مره تسمعوه، اسمعوا السلايدز اللي فاتت. طيب يبقى اذا انا هستخدم هذا القانون، جي 2 عندي اللي هي دي، المفروض ان انا اخد لها ليميت اس تقول لي 0، احط هنا اس ب 0، اس ب 0 تطلع هنا المقام يطلع بصفر، 1 على 0 ما لا نهايه، وهي اصلا 1 على ما لا نهايه تبقى دي بصفر على بعض. ويصبح عندك ليميت جي 1 هي طبعا ما فيهاش اسات خالص، فالليميت بتاعها هو نفس القيمه 1 على 1000. واضح جدا ان زي ما انتم شايفين كده ان الستيدي ستيت ايرور الناتج من الديستربنس طلع 1 على الستيدي ستيت جين بتاع ده. فكل ما الستيدي ستيت جين بتاع الكنترولر يزيد، كل ما الستيدي ستيت ايرور بتاعه الديستربنس تقل. يعني لو ده 10000 هيبقى الايرور الناتج من الديستربنس ايه؟ 1 على 10000. طبعا لو زودت في الكنترولر هنا حطيت اس، يعني مش هناخد فيها دلوقتي عشان مواضيع ما تفتحش مننا، ممكن الغي تماما الستيدي ستيت ايرور الناتج من الديستربنس، عشان ساعتها دوت هيبقى هو كمان ايه؟ ما لا نهايه. يعني نعملها كده مع بعض، اعملوها هوم ورك، لكن انا اكتفي يعني عشان ما نطولش المنهج عليكم بهذه الاكزامبلز البسيطه. طيب الجزئيه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها، وهو لو طبعا كان كل كلامنا اللي فات على المنظومه النون يونيتي، سوري المنظومه اليونيتي، يعني المنظومه اليونيتي يونيتي فيدباك، يعني الخط ده بتلاقيه فاضي كده واحد قيمته واحد، وقلنا عشان نستنتج القوانين تبقى شكلها ايه لذيذ، ميبقاش كل حاجه ليها قانون. طب في حاله بقى الانظمه اللي هي نون يونيتي، يعني مثلا ان جنرال ممكن تلاقي الفيدباك بهذا الشكل اللي قصادك، دي طبعا لازمه ليه؟ ده بيسموه الترانسديوسر بتاع الانبوت. يعني مثلا انت عايز الانبوت ده يكون بفولت، ولكن هنا هو باي حاجه تانية مثلا سرعه، فانت لازم حاجه تحول لك الايه السرعه المطلوبه الى فولت، فده بيسموه ترانسديوسر، وده السنسور الطبيعي بتاع الفيدباك سنسور. طب حاجه بهذا المنظر اعمل فيها ايه؟ ومطلوب مني برضو ان انا اجيب الستيدي ستيت ايرور اللي في السي اللي ناتج من ار معينه، سواء ستيب او رامب او بارابولا. صراحه الموضوع سهل، واحنا خدناه قبل كده في الترم اللي فات. انا ممكن احول المنظر اللي قصادك ده الى يونيتي فيدباك. ازاي؟ دي سامينج بوينت هنقلها قبل البلوك. خدنا السنه الترم اللي فات ان نقل السامينج بوينت قبل البلوك بيعمل ايه؟ الفرع اللي نقلته بحط هنا 1 على الحاجه اللي نقلت عليها، 1 على جي. فالفرع ده لما يتنقل هنا يبقى هنا مضروب في 1 على جي، اصبح فوق في جي جنب جي، وتحت 1 على جي جنب اتش. فهسمي الجي جنب جي دي هسميها حاجه ثانيه، هسميها جي بس، وهسمي الاتش 1 اللي جنبها 1 عليه هسميها اتش. فاصبح المنظر بهذا الشكل، ضربتهم في بعض. يعني لما السامنج دي تروح هنا هتبقى جي جنب جي، حاصل ضربهم جي، ولما السامنج دي تروح هنا هيبقى هنا في الفرع اللي نقلته 1 على جي، 1 على جي 1 هيضرب في اتش 1 هسميه اتش جديده. فالخطوه اللي انا عملتها دي ادتني يعني حاجه اظبط شويه من المنظر ده. طيب برضو لسه ما هواش يونيتي فيدباك، هعمل حاجه لذيذه جدا. هاجي هنا هضيف فرع ماينس 1 واضيف فرع 1، الفرعين دول باراليل، الفرع الفاضي ده بواحد والفرع ده انا ضايفته من عندي ناقص 1. طبعا كده ما عملتش حاجه، لان الفرعين المتاخدين من نفس البدايه ورايحين لنفس النهايه دول بسميهم باراليل، والترانسفير فانكشن بتاعتهم بتبقى مجموعهم. فاذا ناقص 1 زائد 1
صفر، يبقى كأني المنظر ده هو هو، ما عملش حاجة كده. طب انا عملت كده ليه؟ عشان احتفظ باللي تحت انا عايزه، لكن دوت مع اتش هما كمان بارلل، فتتكتب ايه؟ اتش ناقص واحد بهذا الشكل. طيب لسه برضو اخر خطوة خالص، اخد اللوب اللي جوه دي شايفها، اخدها فيدباك لوحدها، واسيب الفرع اللي تحت خالص ده فاضي زي ما هو. الفيدباك لوحدها دي هتبقى ايه؟ تديك حاجة بهذا المنظر، قانون الفيدباك العادي بهذا المنظر. اصبحت انا عندي الايه؟ الفيدباك بتاعتي في شكل يونيتي فيدباك، وهو ده المطلوب. ترانسفور فانكشن طلعت لك هنا، مش هسميها جي بقى، هسميها جي اي، او اختصارا يعني equivalent، equivalent شي بتاعت السيستم بتاعي. واحد هيقول لك طب احنا ناسيين الموضوع ده من الترم اللي فات، وانا بقى هقعد مش فاكر انا بقى النقل السامنج ده بضرب ولا بقسم والكلام ده كله اصلا، وانا في الترم اللي فات لما كنت بدي لك المسائل كنت بديك جدول. يا سيدي ما تقلقش، ممكن تستخدم القانون دوت بصفة عامة، او لو عندك منظر غير دوت هديك انا القوانين كلها، ولكن يعني مش همتحنك انا تاني، انا في الترم اللي فات، فانا هديك على طول الايه؟ القانون ده، بس لو سمحت اعرف استخدمه. تعال ناخد اكزامبل. اكزامبل على الموضوع اللي فات، عندنا نظام بهذا الشكل، فيدباك صريح اهو، ده الفورورد باس، ده الفيدباك باس، بس للاسف مش يونيتي. وما هو المطلوب؟ المطلوب سيادتك تعاين الستيدي ستيت ايرور يونت ستيب انبوت. عايز الستيدي ستيت ايرور للمنظومه دي لما الريفرنس تبقى ستيب انبوت، او الحاله يعني يونت ستيب انبوت. احنا خدنا امثله كتير قوي زيها في المحاضرات اللي فاتت، بس كانت يونيتي. طيب ايه المشكله دلوقتي؟ انا ده احوله يونيتي، او هستخدم الايكويفالنت ترانسفير فانكشن. خلي بالك الايكويفالنت ترانسفير فانكشن كان دي مسميها جي، ودي كان مسميها اتش، واصبح القانون بتاعنا هديهولك متحفظش حاجه، ان ادي الجي بتاعتك اللي هي اللي فوق، وادي الاتش اللي هي دي، والقانون كان الايكويفالنت اللي احنا استنتجناه على طول في السلايدز اللي فاتت كان بهذا المنظر. سيادتك بس تقعد تضرب ده في ده وتجيب الفانكشن الترانسفير فانكشن الجديده ديت بهذا الشكل، وكان بقى ديت هي اللي موجوده فوق، وتحت بقى يونيتي تقدر تستخدم عليها نفس اللي احنا استخدمناه في المحاضرات اللي فاتت. هو عايز ايه مثلا؟ على سبيل المثال عايز الستيب، عايز الستيدي ستيت ايرور في ستيب انبوت، وده كان قانونه لو تفتكر 1 على 1 زائد كي بي، والكي بي دوت كان قانونه، ارجع بقى القوانين برضو هديها لك، ليميت ايه؟ اس تقول لزيرو للجي بتاعتك. فانا هجيب الجي اللي هي دي، احط فيها اس بتساوي صفر، ده راح تبقى 5 على 5 100 في 5 على 400 بهذا المنظر، في عندك سالب تحت تبقى ماينس 5 على 4، ده الكي بي، وعوض في القانون بتاع الستيدي ستيت ايرور في حاله الستيب انبوت، 1 على 1 زائد كي بي يطلع لي ماينس 4. يبقى اذا الستيدي ستيت ايرور في هذا الشكل طلع له رقم، ما طلعش صفر. طبعا انا لو زودت هنا بقى، واحد يقول لك ايه ده؟ طب ما في عندك هنا انتجريتور، بص كده، انا ماليش دعوه بقى هنا طالما دي مش يونيتي فيدباك. الكلام ده كنت تقوله في اليونيتي فيدباك، لكن فين بقى الترانسفير فانكشن اللي انت بتحكم عليها على الاوردر؟ يعني ممكن اخدعك بقى في الامتحان اقول لك السيستم ده الاوردر بتاعه كام، او التايب بتاعه، سوري التايب بتاعه كام. واحد هيبص هنا على طول يقول لي ده تايب 1، المفروض في حاله الستيب ما يطلعش ايرور، لكن هو مطلع عشان انت حكمت بدي. طالما الموضوع نون يونيتي فيدباك بهذا المنظر، يبقى اذا انا مش بحكم باللي فوق، انا بحكم بالايكويفالنت. الايكويفالنت بتاعتك هي صريحه، هل فيها بيور انتجريتور؟ التايب بتاع الايكويفالنت كام؟ انا شايف ان التايب بتاع الايكويفالنت 0، تايب 0 وليس تايب 1. تايب 0 معروف في حاله الستيب بيطلع ستيدي ستيت ايرور مش صفر، لكن لو كانت الايكويفالنت فيها بيور انتجريتور، وده ممكن ازوده مثلا على هنا، او ممكن ازود ديت تبقى سكوير، ساعتها يبقى مفيش عندك ستيدي ستيت ايرور نتيجه الستيب. فاذا الحكم هنا يا شباب وليس بالجي، ليس بالجي، بل هي بالجي ايكويفالنت، الفرع بتاعها من تحت دوت فاضي. دي معلومه كنا لازم ننوه عليها. هننتقل لاخر جزئيه في هذا الشابتر، وهو السنسيتيفيتي. يعني ايش سنسيتيفيتي يا شباب؟ السنسيتيفيتي معناها حساسيه، طبعا ده الترجمه بتاعتها، ولكن ايه المقصود اللي احنا عايزين ندرسه؟ يعني حساسيه ايه؟ السنسيتيفيتي حساسية in general يعني function
فانكشن معين. تعرف الفانكشن بيبقى فيها بارامترز ولا ما فيهاش بارامترز؟ بيبقى فيها بارامترز. حساسية تغير الفانكشن بالنسبة لتغير أحد البارامترز بتاعتها، دي الحساسية. يعني البارامتر هي مثلا فيها كذا بارامتر، لو البارامتر أحد البارامترز بتاعتها تتغير بنسبة مثلا 50%، قيمة الفانكشن هتتغير بنسبة كام؟ خد بالك. يبقى إذا هذا الموضوع بنسميه حساسية. The degree to which changes in the system parameters affect the system transfer function. هنا بقى عندنا الفانكشنز مش فانكشن عادية، مش بندرس ماس احنا بس، لا هي transfer function. يعني transfer function ده سيستم، وكنا خدنا الترم اللي فات ان هو ممكن يبقى ميكانيكال، ممكن يبقى الكتريكال، منظومة لها مثلا كتلة ولها سبرينج ولها او لها كاباستور واندكتورز. طيب الترانسفير فانكشن دي مثلا لو عندي مثلا ايه ار سي سيركت، ار سي سيركت كهرباء، هتتغير بنسبة قد ايه نتيجة تغير الكاباستنس مثلا بنسبة 50% او بنسبة 100%؟ حساسيتها على الكاباستور كام؟ حساسيتها على مثلا الاندكتور كام؟ حساسيتها على الريزيستنس كام؟ هي دي السنسيتيفيتي. اديكم مثال بسيط كده من غير ترانسفير فانكشن ولا حاجه. تخيل ان انا عندي اف فانكشن بتساوي كي على كي زائد اي. هقول مثلا ان كي ب 10 وهقول ان اي ب 100، ماشي يا شباب؟ فطبعا بكالكوليتر تقدر تحسب لو كي ب 10 والاي ب 100 هتقدر تعرف ان اف تطلع 91 من 1000، ماشي يا شباب؟ طيب if the parameter a triples، لو البارامتر a ده اصبح قيمته 3 اضعاف قيمته حاليا، تريبلز، تريبلز يعني اصل هو كان 100 خليه 300، لو عوضت هيطلع لك الفانكشن بتاعتك 32 من 1000. يعني بص بقى، في حاجه هنا اسمها الفراكشنال تشينج. فراكشنال تشينج هو التغير ان جنرال، يعني في الرياضه فراكشنال تشينج هو التغير في القيمه على القيمه الاصليه. يعني الفراكشنال تشينج حصل قد ايه في الايه؟ تغير في من 300 ل 100، ادي التغير على قيمته الاساسيه. فراكشنال تشينج اللي حصل 2 او 200% من 100 ل 300، يعني الاي اتغير 200%. طب فراكشنال تشينج حصل في الاف كام؟ برضو التغير على القيمه الاصليه. فراكشنال تشينج اللي حصل في الاف القيمة الجديدة ناقص القيمة القديمة اهي، ده التغير على القيمة الاصلانية، طلع 0. بالماينس يعني 65 من 100 يعني 65%. كده تقدر تقول ان الفانكشن اف بتاعتك مش حساسة قوي لايه. ليه؟ تغير الايه بنسبة 300% ادى الى تغير فقط 65% في الاف، مش حساسة قوي. ومعنى الإشارة السالب معنى إن هو التغير بالنقصان، يعني زيادة A تؤدي إلى نقصان F. ده كان معنى الإيه يا شباب؟ السنسيتيفيتي. طبعا من الحاجات المهمة لازم نعرفها إن الفيدباك سيستم إن جنرال بيحاول يقلل السنسيتيفيتي مثلا على البارامترز عموما. يعني مثلا تغير بارامتر في البلانت مثلا الكتلة بتاعت حاجة، تغير مثلا حاجة في كنترول، المفروض الفيدباك عموما بيحسن او بيقلل السنسيتيفيتي بتاعت الاوتبوت للبارامترز ديت. ده من ضمن مزايا الفيدباك. لكن عايزة تتحسب بنسبة كام؟ هنشوف بقى اكزامبلز مع بعض. تعال كده نشتق قانون اصلا لحساب السنسيتيفيتي. احنا قلنا خلينا نشتق هذا القانون. طبعا ده قانون يعني مخترع، مش قانون طبيعي، مش حاجة يعني في الطبيعة، ده احنا بنعبرها عشان نمثل السنسيتيفيتي. بتوع الرياضة عملوا لنا هذا القانون. خلينا نقول ان السنسيتيفيتي هي الفراكشنال تشينج في الفانكشن على الفراكشنال تشينج في البارامتر. بس لما اللي تشينج ده بتاع البارامتر، احنا هنا مدينا مثال 200% حصل تشينج في البارامتر، لا خليه انفينيتيزمال تشينج، يعني تغير بسيط جدا في اف في البارامتر، يبقى الاف اتغيرت قد ايه. فراكشنال تشينج هو عبارة عن التغير في الحاجة على الحاجة الأصلية. فراكشنال تشينج في الفانكشن اف معناها دلتا اف على اف، فراكشنال تشينج في البارامتر بي معناها ان دلتا بي على بي لما هذا التغير في البارامتر يقول لزيرو. ماشي يا شباب؟ طبعا اقدر اطلع مقام المقام فوق وبص البسط انزله تحت كده، مقام البسط انزله تحت، ف
وانت خدت في الرياضة ان لما التغير ده يقول لزيرو، اذا الدلتا تتحول الى دلتا تانية، دلتا جريك او تفاضل يعني بمعنى اخر، يبقى ده تفاضل. يبقى اذا القانون بتاعك بتاع السنسيتيفيتي، سنسيتيفيتي اف بي معناها السنسيتيفيتي بتاعت الفانكشن اف الى بي بتساوي قيمة بي على قيمة اف في اشتقاق الاف على بي. وتعالى ناخد اكزامبلز، يبقى ده القانون الوحيد في هذا الشابتر. طيب تعالى نشوف كده، عندنا فيدباك بهذا المنظر اللي قصادك، والمطلوب بيقول لك ايه: for the system shown in the figure find the sensitivity of the steady state error to changes in the parameter k and the parameter a with ramp inputs. بالراحه بس ما تتخضش، انا عايز sensitivity بتاعت انهي function؟ بص كده بتاعت ال steady state error، يبقى لازم اجيب ال steady state error الاول اشوف الفانكشن بتاعته عامله ازاي. ال steady state error ده ليه ثلاث قوانين، رامب ولا ستيب ولا لا، قلت لك لرامب. يبقى الاول اجيب ال steady state error في حاله الرامب، هي دي الفانكشن اللي عايز ادرس، عايز بقى حساسيتها للتغير في كي وفي اي. ماشي، بسيطه، اقسم المساله كده عشان تفهم. الاول اجيب ال steady state error لهذه المنظومه في حاله الرامب. طبعا في حاله الرامب مش هجيب الثلاث قوانين، يعني هو القانون بتاع الستيدي ستيت ايرور في الرامب اللي هو كان واحد على كي في، فاكرينه؟ هو ده اللي هستخدمه، واحد على كي في. طب الكي في كانت تتجاب ازاي؟ مش محفوظه هي، مش هي كده، لا الكي في كانت بتتحسب ازاي؟ لو فاكر كانت ليميت اس مضروبه في الجي، ليميت اس مضروبه في الجي، هو يعني اختصرها هنا في المثال عشان ده يعني شفناها كتير، يعني ليميت اس مضروبه في ده، الاس هتروح مع دي، وليمت اس تقول لي زيرو هتحط اس بصفر تطلع كي على ايه. ماشي، ده ايه ده؟ ده الكي في اللي انت جبته، القوانين هديها لك. يبقى الكي في طلع كي على ايه؟ يبقى الايرور واحد على كي في، يعني ايه على كي. اذا هذه الفانكشنز اللي انت سيادتك، ده الستيدي ستيت ايرور في حاله الرامب، المفروض تشوف حساسيته للتغير في البارامتر كي واي. ماشي، ايه قانون الحساسيه؟ حساسيه الايرور لايه، بص بتتكتب ازاي، بتساوي الـ A على الـ Error في التفاضل أو اشتقاق الـ Error على اشتقاق الـ A. طبعا partial fraction، partial differentiation يعني بس بشوف الـ E بتتغير الـ A بس. طيب A على E، خلاص A هحطها زي ما هي، والـ E عبارة عن لسه جايبها A على K، فعوض بيها هنا مكان الـ E، تبقى A على A على K، دي الـ E. اشتقاق الـ E مع الـ A، همسك دي اشتقها مع A، طبعا سهل جدا تطلع واحد على K بهذا الشكل، اضرب ده بدأ بيطلع واحد. يبقى اذا الحساسيه طلعت واحد، واحد يعني واحد، دي بيسموها دايركت ريفليكشن، دايركت ريفليكشن. يعني ايه دايركت ريفليكشن؟ يعني تغير الايه مسمع بالكامل في الايه بدون زياده او نقصان. لو طلع اقل من واحد يبقى بس السيفتي ناقصه شويه، حساسيه اس قليله على ايه، واخد بالك؟ لو طلع اكبر يبقى حساسيه الاي سوري كبيره على حساسيه الايرور، كبيره على البارامتر، وده مش مرغوب فيه، واخد بالك؟ او احيانا يبقى مرغوب فيه ازاي؟ احيانا ببقى انا عايز اشوف ان الايرور اللي طالع الستيدي ستيت ايرور بيعتمد اكتر على ايه؟ بيعتمد اكتر على ايه؟ ايه اكتر حاجه حساس ليها؟ هل هي الكي؟ هل هي الاي؟ البارامتر؟ طب ليه عايز تعرف كده؟ عشان اخد بالي بعد كده في الحفاظ على هذا الرقم ما يتغيرش. على سبيل المثال مثلا يا شباب، سين البلانت دي كانت حاجه، وايه ده كان احد مثلا يمكن الريزيستنس بتاعت مقاومه مثلا، والريزيستنس دي بتتغير مع درجه الحراره. طيب ما هو لو الامبيانت كونديشن اتغيرت، طب ما الريزيستنس دي هتتغير، صح كده؟ يبقى انا مثلا ابقى عارف ان الديفايس بتاعي ده حساس قوي لدرجه الحراره. خلي بالك لو درجه الحراره جويه الامبيانت اتغيرت هتاثر على ايه، وبما ان الستيدي ستيت ايرور مثلا حساس قوي على، حساس قوي جبتها منين؟ من هنا. بس حساس قوي دي بقى تبقى اكبر من ايه؟ اكبر من واحد، حساس قوي او واحد بقى تعتبر كبير حساس، او بيسمع بكامل تغيره، بيسمع بكامل تغيره في الستيدي ستيت ايرور. يبقى انا لازم احافظ على الديفايس بتاعي دوت بحيث درجه الحراره الامبيانت ما تاثرش كتير، بقى اعزله مثلا، اركب له مروحه عشان الجهاز ما يسخنش مني، او دايما اشوف الحاجات دي كلها. لكن انا مش هعمل كده لو كانت الايرور مش حساسه على ايه.
سي ان الحساسيه اللي انت جبتها طلعت 1 من 10. 1 من 10 يعني ايه؟ 1 من 10 يعني دوت لو اتغير 10 اضعاف ده هيتغير 1، فممكن اعمل ساعتها نجلكت وما اشغلش بالي بقى ان البارامتر ده مؤثر قوي. فدي من احد اهميه الدراسه السنسيتيفيتي، ابقى عارف انا الحاجه المحور الاهتمام هنا مثلا في المثال ده اللي هو السنسيتيفيتي ايرور بيتغير ازاي مع البارامترز المختلفه، عشان اعمل حسابي بعد كده في الحفاظ عليه مثلا في ان انا اغيره. اعرف مثلا، خلي بالك الموضوع ده حساس قوي الكي، خلاص ازودها بقى ولا اقللها عشان انقص ده، فاهم؟ فببقى عارف بدل ما تنشن على البارامترز ما بيأثرش اصلا. ماشي يا شباب، نفس الكلام هو عايز حساسيه الستيدي ستيت ايرور بقى المره دي لايه؟ مش لايه؟ لكي. طيب نفس الكلام هيتكرر، قانون بقى هنا حساسيه الايرور لكي بالبارامتر على الاي في تفاضل اشتقاق بارشال اي على بارشال كي. طبعا اشتقاق دوت على كي، مش هقول لكم بقى اتخذت ماثماتكس، يعني اعتبر ده كي ماينس 1 اس ماينس 1 وتشد الماينس 1 وتنقص 1 يبقى ماينس 2، الكلام ده انت خدته في الرياضه طلع ماينس 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني برضو تاثيره بيأثر دايركت ريفليكشن، يعني انعكاس كامل بكامل القيمه بيسمع في الايرور بس بالناقص، يعني زيادته تؤدي الى نقصان الايه؟ الستيدي ستيت ايرور. ده كويس، يعني هنا بقى انا لو زودت ده 100% اوكي، لو زودت قيمته 100% باذا انا قدرت انقص قيمه دوت 100%. بخلي بالكم بقى بالحاجات دي يا شباب في الديزاين. ماشي يا شباب؟ اوكي. طيب نشوف مثال تاني. المثال ده وهنختم بيه برضه هو مثال لتثبيت المعلومه. يعني انا عندي هنا نظام اخر بهذا الشكل، والمطلوب ان انت تجيب السنسيتيفيتي بتاعت الستيدي ستيت ايرور للتغير في الكي والاي برضه، بس هنا اداها لي بمنظومه مختلفه. ماشي، في حاله ستيب انبوت بقى، يعني انا عاجل الاول الفانكشن اللي انت هتدرسها هي الستيدي ستيت ايرور في حاله ستيب انبوت واشوف تغيرها او حساسيتها بالنسبه لاي وكي اي. فالاول تبقى مساله عاديه خالص، اجيب الستيدي ستيت ايرور في حاله الستيب انبوت، القانون بتاعه 1 على 1 زائد كي بي، ده قانون الستيب انبوت او قانون الستيدي ستيت ايرور في حاله الستيب انبوت. والكي بي كان عباره عن ايه لو تفتكر؟ كان عباره عن ليميت الجي تقول لصفر على طول من غير اس. فيعني اعملها تريننج عادي بسيط زي ما احنا عملنا في بدايه الشابتر، هيطلع لك الفانكشن بتاعتك بهذا الشكل اكثر تعقيدا. ايه المطلوب؟ مطلوب حساسيه هذه الفانكشن او الايرور بالنسبه لايه؟ يبقى البارامتر على الايرور في اشتقاق اي على اي. طبعا هتلاقي هنا الاشتقاق شويه اتعقد عشان اجيب بارشال اي على اي. طبعا هنا دي الاي موجوده فوق وموجوده تحت، فبقسمها اول تاني تاني اول. اشتقاق حاصل اسمه يا شباب، اشتقاق الاول في التاني زائد اشتقاق التاني في الاول، او ناقص سوري اشتقاق التاني في الاول على التاني تربيع، على التاني تربيع، وشوفها وايه وراجع الكلام دوت في الماثيماتكس. هيطلع لك الايرور او سوري الحساسيه بهذا الشكل. طيب في حاله عايز حساسيه الستيدي ستيت ايرور على كي، نفس الكلام بس الاشتقاق هنا بقى هيبقى على ايه؟ فين الفانكشن بتاعتنا اهي؟ اشتقاق هنا على كي برضه اعتبرها، لازم اعتبرها اول تاني تاني اول، وهتطلع لي بهذا المنظر. طلعت نفس الايه؟ نفس الكلام بس بالسالب. طبعا هنا بقى ما طلعش 1، يعني ايه الحساسية ما طلعتش 1؟ طب طلعت أكبر من 1 ولا أصغر من 1؟ شوف كده الفراكشن ده أكبر من 1 ولا أصغر من 1؟ أو ده دايما بيبقى إيه يا شباب؟ هذا الفراكشن دايما يبقى، هذا الفراكشن دايما يبقى أقل من 1. لازم القيمة على القيمة زائد حاجة وتفر الحاجة دي ما لم تكن صفر، فإذا أنا عندي دوت دايما هيطلع أقل من 1. طب أقل من 1 ده كويس ولا وحش؟ على حسب. يعني على حسب، يعني مثلا انا لو زودت الاي بي هنا، لو زودت قيمه الاي زودت قيمه البي، اقدر احصل على ان الستيدي ستيت ايرور مش مؤثر، مش حساس قوي للاي، والاي دي ممكن تبقى مثلا حاجه في البلانت وده كده ساعتها هيبقى مرغوب فيه. يعني مثلا الاي دي سي زي ما ادينا مثال ده ريزيستنس، فانا كده لما ازود هنا الرزه هتقول لي مش هقدر العب في البلاند، خلاص ممكن بقى
يبقى هقول مثلا ممكن الاي دي تبقى بتاعت الكنترولر، او بي ندرس البي بقى ساعتها خلاص طبعا مش هقدر العب في البلانت ايه، يبقى مش متعملهاش. او انا بدرسها مش عشان العب فيه، انا بشوف هنا دي بتاعت البلانت، بشوف السنسيتيفيتي بتاعت الايرور للحاجه اللي في البلانت اللي هي الريزيستنس، بهدف ان انا بعد كده اشوف تغيير الريزيستنس دي هيعمل لي ايه في الستيدي ستيت ايرور. ممكن يبقى مثلا لو انا قللت السنسيتيفيتي دي اقدر اقول لك لا خلي بالك يبقى الايرور بتاعك مش حساس قوي مثلا للريزيستنس في البلانت، فما فيش داعي بقى تبرد مثلا الجهاز مثلا يعني. لكن لو كانت الحساسية كبيرة وأنا سبتها كبيرة ما زودتش بقى أنا ما لعبتش فيها فالحساسية كبيرة، ده معناه إن أنا بقى لازم أشوف لي حل وأخلي بالي إن الصفة اللي في البلانت دي ما تتغيرش، لأن لو اتغيرت هتأثر، زيادتها هيزود أو نقصانها هينقص على حسب يعني. هبقى على دراية تامة يا شباب اللي بيحصل سواء وأنا بصمم أو سواء أخد بالي. يعني إيه؟ لما اعرف ان الستيدي ستيت ايرور بيزيد مع الريزيستنس مثلا اخد بالي اراقب الريزيستنس طالما مش هقدر اعمل فيها حاجه. لكن لما اعرف، بص بقى وجهه النظر الثانيه، لما اعرف ان الستيدي ستيت ايرور بيزيد او بيقل مع الكي والكي ده تحت سيطرتي بتاع الكنترولر، لا ده كده كويس عشان انا بعد كده بقى انا اللي هغيره هزوده او انقصه بحيث يقلل لي الستيدي ستيت ايرور. ماشي يا شباب؟ فيعني كان لازم ندرس برضه sensitivity علشان نكمل الايه الصورة بتاعة المنهج بتاعنا بالكامل. أتمنى يبقى الموضوع بسيط، حابب إن أنا أطمنكم إن الامتحانات مش تبقى صعبة خالص، هنبقى نتكلم عليها في الأسابيع اللي جاية. هنزل المحاضرة دي طبعا هتبقى عندك في ميعادها، وهكتب لكم نوت بهذا الشكل برجاء ان انت تبعت لي دايما اسئلتك اول باول عشان تبقى الدنيا واضحة. وشكرا ونلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم.